التلفزيون الكويتي يقطع البث ويذيع آيات من القرآن وسط أنباء عن وفاة أمير الكويت، وهاشتاج الشيخ صباح الأحمد الصباح يتصدر تويتر. قالت وسائل إعلام كويتية يوم الثلاثاء أن التلفزيون الرسمي قطع بثه ويذيع آيات من القرآن الكريم وسط أنباء عن وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. واستقبل نائب أمير الكويت وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان صباح اليوم الثلاثاء رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية. كما استقبل نائب أمير الكويت وولي العهد كل من الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي والشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح. وتصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الترند على تويتر الكويت، وتنقل نشطاء في هاشتاج يحمل اسمه الشيخ صباح الأحمد الصباح، ودعا له الكويتيون بالشفاء العاجل. وكان نفى الديوان الأميري في الكويت منذ أسبوعين ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أخبار عارية عن الصحة، وأكد أن صحة أمير الكويت مستقرة. كما أعلن الديوان الأميري في الكويت وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وقال الديوان في بيانه ببالغ الحزن والأسى ننعي إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه. وفي 23 يوليو الماضي سافر أمير الكويت إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل استكمال علاجه بعد عملية جراحية أجراها في بلاده. وقبل سفره فوض الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بممارسة بعض صلاحياته الدستورية. إن لله وإنا إليه راجعون. خالص عزاؤنا للشعب الكويتي الشقيق.